بسم الله على بركة الله. اليوم بداية تفقيس بيض الطاووس الهندي. السلام عليكم. الحمد لله، اليوم بداية تفقيس بيض الطاووس الهندي بعد ما حطيناه تحضين تحت الدجاج. كانت هذه هي النتيجة. الحمد لله على كل حال، هذا من فضل الله. ويوجد بعض البيوض يعني مات الكتكوت داخل البيضة، راح نشاهدوها الآن في الفيديو. هذا بعض البيض، وكذلك هذا تحت الدجاجة، ويوجد بيض آخر تحت دجاجة أخرى لكنها لم تكمل تحضين، بالتالي قمت بنقل بيوضها إلى الفقاس. تم إكمال تحضين داخل الفقاسة وفقاست، الحمد لله فيه بعض الكتاكيت يعني نجحت في التفقيس، والبعض الآخر مات داخل البيضة. شاهدوا معنا بقية الفيديو، متابعة ممتعة. Right.